وادي سام من جبال آنس والحيمة وشمال ريمة وجبل برع تتدفق مياه السيولة الموسمية إلى وادي سهام وادي الخير والجود والعطاء الزراعي الكبير. على امتداد 187 كيلو متر يقع وادي سهام البالغ مساحته 8600 هكتار، والذي يعد من أخصب الأودية الزراعية في سهل تهامة، حيث تجود أرضه الطيبة بزراعة العديد من أصناف الذرة الرفيعة والدقن والذرة الشامية الهند، كما تجود بزراعة مختلف أنواع الخضار وأشجار الفاكهة الدائمة الخضرة. تصب في وادي سهام خلال مواسم هطول الأمطار في المرتفعات الجبلية في حوالي 130 مليون متر مكعب، وتبلغ المساحة التجميعية والجانبية للمساجد المائية حوالي 4900 كيلو متر مربع. ولقد شكلت هذه الكميات الكبيرة من مياه السيول المتدفقة والأمطار المتساقطة المنطلق الأساسي للتوسع الزراعي الكبير الذي شهده وادي سهام، حيث تم الاستفادة من مياه السيول والفيضانات عن طريق الحواجز التحويلية والقنوات المقامة على امتداد الوادي، والتي يتم من خلالها التحكم بكميات مياه السيول المراد الاستفادة منها، وبطريقة تضمن عدالة التوزيع وحماية التربة من الانجرافات المائية. تساقط الأمطار خلال شهر سبتمبر أيلول من كل عام يبدأ الموسم الزراعي في وادي سهام، حيث يتجه المزارعون إلى بذر محاصيلهم الموسمية الحولية والمتمثلة في محاصيل الحبوب والخضروات، أما المحاصيل الشتوية وأشجار الفاكهة المعمرة فتروى من مياه الآبار الأنبوبية. وتمتاز المرأة الريفية في وادي سهام وغيره من الأودية التهامية بنشاطها الدؤوب وهمتها العالية، وهي تشارك شقيقها الرجل في فلاحة وزراعة الأرض الطيبة وتربية الثروة الحيوانية والعناية برعيها وتغذيتها باعتبارها أحد المصادر الأساسية لإنتاج الغذاء والرفع من مستوى حياتها الاقتصادية. مدينة المراوعة الواقع على بعد 22 كيلو مترا شرق مدينة الحديدة تمثل أكبر التجمعات السكانية في وادي سهام، وتشير المصادر التاريخية بأن هذه المدينة الريفية بنيت في القرن السادس الهجري بعد اندثار مدينة الكدرة. ومن المعالم الأثرية في هذه المدينة الريفية الجامع الكبير الذي بني في القرن السابع الهجري،
كما يوجد بمدينة المراوعة والمحاطة بالمساحات الزراعية العديد من المنازل القديمة والأسواق الشعبية والأسواق التجميعية للمنتجات الزراعية التي تجود بها الأرض الطيبة في وادي سهام، والذي أصبح يطلق عليه سهام المراوعة. ولا يفوتنا في ختام تطوافنا بوادي سهام أن ننظر وبشغف إلى ذلك الجبل المطل على الوادي والمكسو بأجمل الحلل الخضراء. إنه جبل برع، أو بالأصح غابة برع ذات الأشجار الكثيفة التي تسطح على أفنانها الطيور المغردة، والتي تزقزق العصافير من على أقطانها الوارفة وتجري بمدرجاتها ومنحدراتها جداول المياه العذبة. إن ذلك وغيره من مفردات الطبيعة الساحرة والجذابة يجعلنا نحبذ العيش في رحاب وادي سهام، الذي فتح أمامنا آفاقا جديدة للاستثمار في ربوعه الطيبة. معي مثل الحمايل في الجبال أو في سهايل، كل وادي كالنسايل بالهنا والخير دايل، بالهنا والخير دايل، كل وادي في بلادي، في كل وادي في بلادي، من زرع يغنم ويسلم، واليمن بالخير تنعم، وتراب الأرض مغنم.